خوتي لا يهمني النجاح كما يهمني خسارة الآخرين. اي مروك باي باي. سير الكازا سير الكازا. السلام عليكم. شاهد فرحة الجماهير الجزائرية بهزيمة المنتخب المغربي، وفي التفاصيل ودع منتخب المغرب بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 بعد خسارته أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدفين نظيفين في الدور الثاني، وكان هو المنتخب العربي الوحيد المتبقي في البطولة. وخلف هذا الخروج المبكر من البطولة الإفريقية صدمة كبيرة لدى الجماهير المغربية التي كانت تنتظر الظفر بهذه البطولة. ومن جهة أخرى وكعادتها خرجت الجماهير الجزائرية إلى الشوارع لتحتفل بهذا الإقصاء وتعبر عن حقدها الدفين تجاه المغرب والمغاربة.